قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال: ما الذي يجعل مقال ويكيبيديا متميزاً؟ ويكيبيديا هي موسوعة حرة يستطيع الجميع تحريرها، وهذا ما يفعله ما يقرب من 300 ألف متطوع تقريباً كل شهر. تشترك العديد من مقالات ويكيبيديا في الشكل التنظيمي ذاته، من حيث جدول محتويات وأقسام مختلفة ومربع معلومات يحتوي على إحصائيات وصور. لا يمكن لأي محتوى على ويكيبيديا أن يوجد بدون مصدر ثانوي، جريدة أو منشور أو سجل تاريخي يستند المحرر إليه لإنشاء المحتوى وتحسينه. وفي أسفل كل مقالة يمكنك رؤية جميع المصادر التي استخدمها المحرر لصياغتها. جودة المقال ترتقي لجودة مصادره. وفي أعلى القائمة يمكنك الاطلاع على صفحة النقاش، إذ إنه المكان الذي يلجأ إليه المحررون لمناقشة محتوى مقال ما. والمقالات ما هي إلا نتيجة نقاش كبير وتعاون. وهناك نوعان من الروابط على ويكيبيديا، فعندما ترى الرابط الأحمر فهذا يعني أن الصفحات لم تبدأ بعد، وفي انتظار شخص مثلك يبدأ في تحريرها. العمل على ويكيبيديا مثل المعرفة، لا ينتهي أبداً، وهذا ما يجعل مقال ويكيبيديا مميزاً في دقيقة واحدة. هل لديك دقيقة أخرى؟ يرجى مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة.